كل واحد فينا له مفتاح دخول، فينا واحد يتبسط من صحن فول، فينا واحد متعته لو قلت له افتح لي قلبك هسمعك فضفض وقول. علشان كده احنا النهارده طالعين احنا الاربعه نفضفض مع بعض شويه، لان هتشوفوا كده فقره يمكن تكون غريبه من نوعها وربنا يستر عليا فيها، لان انا الراجل الوحيد اللي فيها ومش هكون فيها لوحدي طبعا، بما ان الراجل الوحيد فانا معايا ثلاث سيدات فاضلات بحبهم جدا الحقيقه، زملائي الاعزاء داليا وياسمين وياسمين. لا ده انا مبسوط. صباح الخير. صباح الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. النهارده احنا يا جماعه هنتكلم عن شويه حاجات كده بسيطه ليها علاقه باسلوب الحياه اللي احنا بنعيشه. في حد مننا مثلا، مننا من اللي موجودين دلوقتي، بيبقى صاحي من النوم كله نشاط وحيويه، وفي حد متعود دايما اول ما بيصحى بيخانق دبان وشه وما بيبقاش طايق يسمع اي حاجه. في حاجات كتير واساليب كتير بنقابلها في حياتنا، وكل شخص بيبقى ليه اسلوبه الخاص بيه. علشان كده اول حاجه اكيد محتاجين نبتدي نتكلم عنها، كل واحد فينا اصلا اسلوب حياته عامل ازاي. اسلوب حياتك عامل ازاي يا داليا؟ صباح الخير الاول عليكم. انا اسلوب حياتي ان انا بحب اصحى اغني. حلو ده. محدش يضحك يا جماعه، انا بحب اصحى اغني يعني. طب قاعدينها جنب ليه بدل بتصحي تغني؟ جنبي ليه؟ دي موضوع تاني خالص دي يا زمين، يعني دي ليها اوبشن معين. بالظبط كده. انا بصحى اغني اعمل ثلاث حاجات. اصلي ضحى واشرب قهوه واحط ميه العصافير. اول حاجه ترتيبات كده معينه يا زمين، لازم اول ما اصحى لازم اعملها. لا انا بساعه، محدش يكلمني بعدها بساعه ان شاء الله. مش عارفه جايه ليه دي اصلا. طب احنا ممكن نجي لك بعد الحلقه. انه فوق نتكلم يعني. ممكن نسالها فعلا بعد الحلقه. كفايه بتقعد ساعه فوق يعني ياسمين، من الناس اللي دمها خفيف. لا انا بصحى دايما على صوت ابني، انا جعان ماما اصحي انا جعان، بس بترحم منه النهارده لما باجي لكم بصراحه. بس ياسمين كده زمانها فايت، قولي لنا ما لحقتش. لا لا والله انا مش عارفه انتوا ازاي اصلا دي بتصحى تغني. انا بصحى اغني ودي انا لو ابني قال لي ماما انا جعان ممكن ارميه من الشباك. روح شوف لك حته دلوقتي، انت الخسرانه. لا ليه؟ لا انا ساعه بقى نفوق كده محدش يكلمني خالص لغايه لما اهدى، لكن لما تكلمني انت كده بص انت اللي هتخسر حياتك. عارفين السرير بيبقى فيه تحت صحاره كده. انا اول ما بصحى بقى بقعد اطبل عليها. حلو زي الكل اللي فيه. الروقان حلو، الروقان حلو على فكره. حلو جدا. بس احنا يمكن اكتر حاجه كمان مركزين عليها النهارده، وطبعا يعني مش عارف هيبقى فيه مداخلات ولا لا الحقيقه، لانه انا مش مطمن 3-1 حرام. فاكيد برضو اللي ممكن يتصلوا تبقى الرابعه والخامسه والسادسه، لانه هم دايما اللي بيبقوا صاحيين بدري كده. احنا يمكن اكتر حاجه كمان مركزين عليها النهارده في اسلوب الحياه هو طريقه اكلنا. طريقه اكلنا واحنا بناكل امتى وبناكل ايه، وهل احنا بناكل المناسب لينا اللي احنا بنعجب اللي هو بيعجبنا، ولا بناكل اللي مفيد لصحتنا؟ اللي بيعجبنا طبعا. مفيد صح؟ ايه مفيد ايه؟ فين المفيد؟ انا فين البرجر ده احلى حاجه في الدنيا الصبح صح؟ الصبح مكرونه بشاميل الصبح. لا دي مره جد واكله محشي. عادي. انا ياسمين عادي جايه فطرانه ماشي يعني. في حد النهارده كان ما تاكلش معاهم خالص الصبح؟ بلاش تتكلم عن موضوع المحشي ده لو سمحت. عشان الحمد لله اني سمعتها. بس احنا بنثبتها على الهوا ان انت هتجيب لنا محشي، ده اثبات اهو، لو ما جاتش هنضحك على الهوا. بس يمكن يا جماعه يمكن اكتر حاجه بنسمعها دايما على موضوع اسلوب الحياه ده، في مثل شهير بيقول ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. انا مبدئيا يعني احنا اعلاميين وكل حاجه، بس في حاجات كده ما ينفعش يبقى فيها حياد. انا شخصيا باكل اللي يعجبني وبلبس اللي يعجبني. انتوا رايكم في الموضوع ده؟ بالظبط كده، ده مهم جدا. يعني هو الاهم من ان انا اكل اللي يعجبني، هو احنا في مرحله لازم ناكل الصحي. صحيح. الاهم من انه يعجبني، يعني البرجر اللي ياسمين بتاكله ده هو حلو وجميل وكل حاجه، لكن هو مش هيلثي خالص يعني. لكن البطاطس المحمره دي ولادي عشاق بطاطس محمره، لكن هي غلط انها تبقى بشكل دايم يعني، وخصوصا لو الصبح. ففكره ان احنا ناكل حاجه صحيه ده مهم جدا في المرحله دي كمان يعني. انا قلت لكم هل احنا بقى بناكل حاجه صحيه؟ انا قلت ما تقعدوش جنبها. هي داليا ممكن يكون عندها طقوس معينه حقيقي دي كل حاجه، في كل حاجه يعني بجد ما شاء الله عليها، حريصه في كل حاجه في حياتها يعني. لكن اللي زي حالاتنا انا وياسمين، لان بنضرب اي حاجه مش فارقنا. من 3/4 الشعب المصري على فكره. صفه مشتركه في اي ياسمين في الدنيا تقريبا. طب استني، بمناسبه اللي كل اللي عجبك والبس اللي يعجب الناس، اللبس بتاع الصبح يا جماعه بتاع الجامعه ده، عارفين انتوا اول يوم في الجامعه الكعب.
والله انا مش عايز اتكلم في اللبس لان انا عندي عقده من اول يوم. حصان بيبقى ماشي، عارفين انتوا الحصان ده تك 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 اول يوم ده ايه؟ هل كشكل فراغ؟ مش حلو. مش انت واحده صاحيه الساعه 8 الصبح؟ واحده عندها فراغ. ايوه واحده صاحيه الساعه 8 الصبح عندك محاضرات، رايحه بكعب ليه؟ انا عايز افهم. انت ده السلم بس اللي هيعجب الناس مش هتعجبها. ما ده مريح يعني، انت لابسه الصبح كعب ليه؟ فين كده؟ يمكن اللي ياسمين برضو تقصده انه احنا في الاول وفي الاخر احنا مش بس بنلبس اللي يعجبنا، احنا هل اللي بنلبسه عاجبنا ده هو مناسب لينا ولا لا؟ بالظبط كده. مناسب كمان بالوقت ومناسب للمكان اللي انت رايحه. بالظبط يعني انا دلوقتي طالبه جامعيه، مناسب ليا اروح البس كعب ليه؟ ده غير طبعا وقفه المرايه علشان الفول ميك اب اللي بيبقى حاصل. ده موضوع تاني مش عايز اجيب سيرته بس عشان ما الروج الاحمر يا ابو ترتر ده جليتر ده فظيعه. انت رايحه الجامعه يعني الصبح دلوقتي اصلا؟ لا الصبح برضو، بس الصبح ده بيبقى ملفت قوي زياده عن اللزوم. لا طبعا ما ينفعش. مفيش دعوه بتوع الجامعه، انت تقعدي جنب اخوكي اللي بتلبسي لبس. لا يعني هي كده يا كده، مفيش حاجه ما بين البنين. لا ما في ميك اب خفيف لطيف كده الصبح، مش احمر وبتاع البامبي اللطيف وهنا اخضر. ممكن فعلا يبقى في حاجات حلوه كتير ممكن تتعمل بلمسات خفيفه وتبقي برضو حاطه ميك اب جميل هادي بناتي رايحه الجامعه، محدش ينتقد شكلك. طب وليه؟ ليه ما نغيرهاش؟ طيب؟ هي يمكن بمناسبة الأفوارة، احنا دايما بنسمع ان كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. حقيقي. يعني ده برضو لو رجعنا تاني للأكل، لأن هو فعلا أكتر حاجة فيها أسلوب حياة عند ناس كتير. طبعا. يا يعني إما حد عنده فوبيا من الرجيم قوي، أو قصدي فوبيا من إنه تخن مثلا شوية أو حاجة، يلاقي نفسه نص كيلو زيادة، لا أنا لازم أعمل رجيم. وفي العكس، كل ما يتضايق ياكل أكتر. لا مش قصدي انت خالص يا زين. والله بس الاهم من كده بقى، احنا عندنا مثلا ان شاء الله يعني كل سنه واحنا طيبين كلنا يا رب. خلال ايام بسيطه باذن إن شاء الله يبقى شهر رمضان بإذن احنا الله. بنيجي في شهر رمضان ده مع انه شهر صيام، لكن اكتر شهر احنا بناكل فيه بشكل ما اظنش اللي احنا بناكل فيه. بناكل فيه احنا بنطبخ او بنطبخ بالظبط يعني ممكن يبقى فيه في اسراف شويه يعني. وانا بحس ان رمضان بالنسبه لي هو كوبايه الخشاف. يعني ما اعرفش يعني دي طقوسي، كوبايه الخشاف بالنسبه لي خلاص انا كده شبعت. اول ما الاذان يدن واشرب البقين دول وبعد الدعاء اكمل الكوبايه تاني، خلاص يا جماعه ما حدش يحطني قدام الاكل بقى. وبعدين انا عندي مشكله تانية بقى، ان انا ما بعرفش اكل ما بين الفطار والسحور زي كل الناس. يعني في ناس لازم اللي هو ممكن ما تاكلش قوي ساعه الفطار بس تاكل ما بين الاثنين. طب الطبيق بقى يعني تعملي صنف او صنفين ملتزمه كده لا ما اعملش صنفين يعني، ما اعمل صنفين ليه؟ هو صنف واحد. لا يا داليا عايزه اجي. انا قلت لكم يا جماعه داليا مش هنا، مكانها مش هنا خالص. انا صايمه، انا هعمل. لا مش هيكفي، مش هنشبع، هعمل حاجه ثانيه. فبحس ان الاكل كتير وبس بنفضل ناكل فيه للسحور بصراحه. لا هو انا عشان عارفه، بصي كل واحد عارف سيستم بيته ماشي ازاي، وانت اكيد بتبقي عارفه طبيعه ولادك، طبيعه جوزك ماشي ازاي، ايه اللي هو يعني هيخلصه على الاكل وايه اللي مش هيفرق معاه. يعني انت ممكن تعملي صنفين لسبب، ولادك عايزين حاجه وجوزك عايز حاجه تانية، فترضي الطرفين خالص. لا والله هو العيب فيا انا، هو اي حاجه بياكلها بيحب كل حاجه الحمد لله. لا لا لكن شك. انا بقى العيب فيا طول ما انا صايمه انا حاسه اني جعانه، فطول ما اعمل احس مش هشبع، بس باجي على الفطار بحس ان كذا صنف انا خلاص حرام شبعت. يعني الصيام يا جماعه ربنا عمل لنا شهر الصيام ده علشان نحس بالمحروم، نحس بالفقراء، نحس بالغلبان. هو برضو يعني غير ده، لانه اكيد هو برضو الغني ما هو مفروض عليه الصيام. لا هو احنا بنصوم، لكن هي فكره ان احنا نحس بالنعمه يعني بنؤدب نفسنا. ايوه بنؤدب نفسنا ان احنا نحس بنعمه الاكل، ان مش اللي نفسك فيه لازم تعمله، مش اللي متعود عليه لازم تعمله. لا انت لازم تاخد هدنه مع نفسك كده، انه حتى لو هي عايزه دلوقتي انا مش هديك اللي انت عايزاه. لا ما هي بتعمل الوليمه اللي بتعملها دي عشان تقتحمها بعد الفطار يعني. يعني هي كل ما بتعمل صمت بتحس انها شبعت شويه كل لحد ما المغرب تبدا. احنا اكتر والله حد بجد بنحس بالصيام عشان احنا في المطبخ. طبعا هم بيجوا ياكلوا على طول، احنا كستات. انا مش عايزه اتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالستات. طيب انا هو قال لك مش هتكلم، هو قال لك مش هتكلم. عامه والله مش قصدي ان انا اتكلم افتح ستات ورجاله. احنا لو دخلنا في اسلوب الحياه من ناحيه الراجل ومن ناحيه الست انا بتكلم. لا ثانيه واحده بس، انت بتصحى تقول صباح الخير؟
ما بلاش بقى. الاكل يا جماعه. شاطر. قول صباح الخير. ما بتقولش صباح الخير ليه؟ بنقول والله بنقول بنقول يعني اهو يعني هيعمل ايه تاني؟ ما هو انا بغني انا بغني بس الصبح بطبل. انت بتغني لمين؟ انت بتغني لمين؟ بغني طبعا على فكره. مش هيعمل الاثنين برضه، مش هيغني ويصبح. على فكره بس عايزه اقول لك حاجه، ان مش انت بس يعني معظم الرجاله ما بيصحوش يقولوا صباح الخير. يا حبيبي قول صباح الخير يا حبيبي، ما فيهاش حاجه على فكره، مش هتغير مودك يعني. احنا قلنا بقى ما هو قال لك ما بس اسكتي عشان هي خايفه. هي بص هي خايفه قاعده خايفه. ياسمين بتفهمي قوي. ما بصي بصي عامله ازاي، خايفه منه جدا. ايوه خايفه منه جدا. لا هو مش هيقدر علينا، ما تقلقيش يعني. احنا ثلاثه صباح الخير يا جماعه، صباح الخير. انا كل النهارده ما هو ده اللي بيضايقني منكم. هناكل ايه النهارده؟ احنا اللي بنقف نطبخ ونعمل ويقعدوا ياكلوا كده. حتى ما تحبي تاكل ايه؟ اي حاجه طبعا. اطبخ انا اي حاجه؟ ما دايما فعلا. واي حاجه هيقول لك بعد لما تطبخي، انا ما كانش نفسي في ده. ايوه انا ما كنتش عايزه. ما كنتش عايزه يعني. اي فرخه كده محمره ولا بتاع، ما هو كده هيسخن علينا. لا 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 مش هسخن ولا حاجه. بسيط جدا، لانه احنا لو دخلنا زي ما قلنا كده في موضوع الراجل والست، الموضوع هيفتح مننا بشكل كبير يعني. بس انا قلقان من لو احسن تيجي مكالمه ضدي يعني. لكن بص خلينا متفقين. هي المكالمه هتقابلك في الطريق. احنا دايما الاساس يعني، دايما تلاقي الراجل اللي يقول لك على فكره الملح كان زايد شويه، على فكره كنت محتاجه تزودي الملح اكتر، على فكره كلمه بس اللي هو الاكل حلو بس. مين بقى اللي مين اللي بيقيم ده ومين اللي بيعمل ده؟ هو الراجل. بيتعبهم. فلو اتكلمنا في اسلوب الحياه، فانت بتقفي في المطبخ كتير لكن وكل حاجه، لكن انت بس بتشوف ان الاكل ناقص ملح او زايد ملح. لكن تسلم ايدك على فكره عادي، لكن تسلم ايدك دي. في مداخله جت بجد؟ في مداخله وربنا يستر. هي وعدتنا انها تدخل. يا رب تكون هي. صباح الخير. انا بقول صباح الخير اهو. صباح الخير. صباح الخير. مكالمه جميله جايه لنا من حنان. بقول لك يا وعد. انا يا جماعه بصيت المقصودش الموضوع صباح الخير ده. حنان هي وعدتنا. انا بقول صباح الخير اهو. هو بس بيقول صباح الخير بس في البرنامج، لكن غير كده لا. الموضوع بيبقى حاجه من بره. طب يا جماعه انا بقول ان باين تقريبا في مشكله في الاتصال، نقطع. لا مشكله، احنا سامعينك كويس. لا صباح الخير يا حنان. حامل جدا على الستات يا جماعه، وطبعا انت معاك ثلاث بنوتات امارات. انا عارفه ان هم هياخدوا حق كل البنات يعني، انا مش عايزاهم يسكتوا خالص. تمام، لان هو كان قلقان ان تيجي مكالمه ضده، فالحمد لله انا حبيت ان انا يعني اقصد. اتحققت لك امنيتك. هي وعدتنا، هي وعدتنا ان هو لو اتكلم هتخش تساعدنا على طول. طيب استاذن انا؟ استاذن انا خلاص. انا مش هطول عليك. لا هو سؤال بس، حنان انت عامله له غدا النهارده ولا لا؟ نعم؟ عامله له غدا النهارده ولا كده؟ هو لحد دلوقتي ما فيش، تقريبا النهارده هيبقى في تيك اواي، هياكل بره بقى ولا الاسبوع الجاي بقى. انا بشكرك جدا يا حنان على المداخله الجميله دي. بشكرك جدا على المداخله. اسمك مش هيتحط على تتر تاني ولا؟ شكرا جدا. لا بجد اتبسطت بالمكالمه. طيب يعني تعالوا نسال بقى سؤال صغير كده قبل ما، في شعريه جميله كده محضرها لكم، بس عايز اسالكم سؤال صغير بقى. بما اننا بنتكلم النهارده عن اسلوب حياه، حد فيكم حابب انه يعيش اسلوب حياه معين؟ سواء بنسمع دايما ان في ناس عندها جدول، بياكل في ميعاد ويفطر في ميعاد ويتعشى في ميعاد ويتغدى في ميعاد وهكذا، حياته كلها عباره عن مواعيد. في حد فيكم في اسلوب حياه معين عاشه قبل كده يحب يكمل بيه، او ما عاشوش لكن شافه يحب يعمله؟ انا نفسي شفته يعني. شفته في يعني في العيله، في الناس الكبار عموما يعني، ده موجود لحد دلوقتي يعني. يصحى يعني، انا عندي بابا يصحى يعمل التمارين بتاعته. تمام. يصحى يعمل التمارين بتاعته، عنده مواعيد للفطار، مواعيد غدا، مواعيد عشاء، ما بين الاكلات والوجبات ما فيش حاجه اسمها ياخد حاجه كده على الماشي، ما فيش الكلام ده خالص يعني. ولذلك طول عمري شايفه بابا حاجه كده فورم. طيب يعني شفت بابا راجل. راجل. وشفت واخده الاسلوب الحياه من ده. طيب قبل قديم شويه. قديم. قبل ما اروح انا برقت لها على طول بس ما خدتش بالي. قبل ما اروح للياسمنتين، معلش مش هينفع برضه نختم فقرتنا الا لما اخد محمد في مكالمه من راجل. صباح الفل يا محمد. دخلتولي. طيب صباح النور. ازيك عامل ايه؟ الشاشه. بتقول ايوه منورين الشاشه. ربنا يخليك يا رب. انت اللي منور، وحقيقي انت منور جدا فعلا. لانه ثلاث بنات في الاستوديو ومكالمه بنت من شويه. انا حبيت بس يعني اكون في صف الستات شويه. لا 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 لا
يخليك يا ابو احمد فعلا من اكتر الناس اللي رمضان بيبقوا صايمين وبيعملوا الاكل وبيشموا الريحه صحيح لازم الاكل يطلع مظبوط ده ملحه مظبوط وكمان ما بيدهوش فبرضه الله يكون في عونهم طبعا ربنا معاهم طبعا. وبالنسبة للرجالة بقى فالراجل هو اللي بيجيب كل حاجة هو اللي بيقول ذوقه لا لا ما تعملش كده قوي يعني بس بيجيب الأكل طعمه جميل تسلم إيدك صحيح صحيح ما بتتقالش دي ما بتتقالش يا محمد لا والله محمد بيقول والله بيقول لا محمد لا أنا بعرف الأكل وحش لا هو لازم يتقالش هو لازم برضه هو لازم ندي برضه الستات حقها ولازم ندي الراجل حقه طبعا زي ما أنتوا بتتعبوا برضه الراجل بيتعب وبيوفر كل حاجة وطبعا لازم يرفع من روحها المعنويه صحيح صحيح انا بحييك جدا يا محمد على حيادك لانه نادر لما تلاقي ست محايده فانا بحييك على حيادك انت بتقول صباح الخير يا محمد الراجل دايما حقاني اه بيقول محمد بتقول صباح الخير هي خايفه خايفه بتقول بيقول عايزه تروح بتقول بيقول قبل صباح الخير لازم رساله على الواتس كده ترفع من روحها المعنويه الله عليك يا محمد والله الله عليك دي رساله لكل الناس شكرا جدا ليك ذوقك ميرسي طيب بصوا علشان نختم هقول لكم حاجه بسيطه جدا وبعدها يعني لو حاسبين تقولوا اي حاجه علشان احنا كده هناخد وقت طويل فانا بمناسبه الاكل لان احنا كمان انا مبسوطه ان الستات انتصرت اي الستات لازم تنتصر بس كده خلاص طيب يعني لما نتكلم في حلقه عن الراجل والست بالتحديد هيبقى فينا هيبقى في كلام تاني طيب بما ان الاكل طبعا مهم جدا فانا عايز اقول كده كلمتين صغيرين جدا بقولهم لكل الناس بقول عشانك يا كرشي ببهدل في قرشي ودايما في بيتي باربع في بيبسي عشانك يا كرشي ما بقدرش امشي وبضرب تملي كنافه نابلسي يا كرشي العزيز مساءك لذيذ بتنقط تغيظ ومش لاقي حل لا نافع رجيم تحب السمين واكلك عجين بتملاه بخل تمكرن ترزرز فتفضل تقلبز مفيش حاجه توعظ ولبسك يضيق خلاصة الزتونة هتفطر بتونة وتعصر ليمونة وخف الدقيق صحيح ما تضربش بيتزا لو الشلة عايزة يا دوب ورك وزة ده أسلم طريق ده كده يعني بس خلاص كده ده كده احنا يعني مش عايزين رجيم ده احنا عايزين نتفجر بالمنطق ده خليني بس أقول لكم برضه يا جماعة ان الأكل زي ما هو نعمة فهو نقمة يعني ايه يعني لو زاد عن حد بيبقى نقمة فعلا لازم نحافظ شوية ونعمل رجيم بعض الأحيان وبس كده وبس كده وفي نهاية فقرتنا احنا طلعنا بحاجات كتير منها ان الاكل نعمة وان احنا ما نصرفش ولا نبذر فيه وهنطلع لتقرير فاصل تقرير صغير فني كله اكل هنجوعكم معانا شوية ونرجع لكم بفقرة جديدة كلها كلام عن الاكل بس بالعلم انتظرونا